حضراتكم مشاهدينا في كل مكان لقاء اسبوعي بيتجدد معاكم حلقه جديده النهارده من برنامجكم بستان العقيده لسه بنكمل مع حضراتكم شرح وتفسير سفر الرؤيا والنهارده هنبدا في الاصحاح ال 12 لكن هنشوف من خلاله قصة أو شكل العداء بين إبليس وبين الكنيسة طول الوقت وعلى مر الأزمنة وعلى مر العصور عداء مستمر حرب بيصيرها الشيطان ضد الكنيسة لكن هيفضل إبليس هو العدو الساقط والمهزوم وهتفضل الكنيسة هي الكنيسة المنتصر هنشوف النهاردة مين هي المرأة المتسربلة بالشمس إيه هم الاثناشر كوكب مين هو التنين والحرب دي لو طولت ازاي ممكن نصبر عليها وايه علاقة كل الكلام ده والرؤية دي بقصة الفداء اللي أتمها الرب يسوع على عود الصليب اسمحوا لي نرحب بني في الحبر جيل رفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة أهلا بيك سيدنا أهلا دايما تباركنا وتعلمنا أرحب كمان بقود سابونا شنودة يعقوب كان الصم وضعاف السمع أهلا بيك يا وبكل إخواتنا الصم وضعاف السمع سيدنا قبل ما نبدا في الاصحاح ال 12 وطبعا يمكن من قبل ما نوصل اصحاح 12 ناس كتير كانت بتسال على المراه المتسربله بالشمس لكن عايزه ابدا بسؤال جالنا من اخواتنا الصم وضعاف السمع واعتقد أن سؤال ناس كتير قوي مننا كتير مننا بيمارس كل الوسائط الروحيه حريص على الصلاه وملتزم روح كنيسه وبيتناول لكن عمل كل الوسائط دي جواه هو مش حاسس بيه طول الوقت حاسس انه مش راضي ومش شبعان وانه ملوش مكان حتى في السم حكاية مش راضي مش شبعان دي حاجة كويسة لأن الإنسان لما يوصل لإحساس الرضا عن نفس والشبع ومش محتاج حاجة تاني دي إحساس مزيف فنقعد طول عمرنا جعانين لربنا زي ما بيقول في المزمور عطشت نفسي إليك يا رب اشتاقت نفسي وزي ما يقول كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا اشتاقت نفسي إليك يا الله فاحنا نقعد دائما عطشانين لله نهائي الله لا نهائي، مين يستطيع يقول إن أنا اقتنيت المسيح خلاص ومش محتاج حاجة تاني؟ أحد الفلاسفة قال: الحصول علي المسيح هو البحث عنه، طول الوقت احنا بنبحث عنه وهذا البحث هو في حد ذاته حصول علي المسيح، لكن الإحساس بالوصول والإنجاز وإن أنا خلصت وشبعت. احساس مزيف اما النقطه الثانيه إن انا حاسس ان انا مش رايح السما مهما عملت ده احساس وحش يعني الجزء الاولاني كويس ان انا اقعد طول عمري بعمل البير لكن اقول عبيد بطلين وابقى مشتاق الى الله ومحتاج له كتير لكن احساس ان انا مش هروح السما ده احساس رديء ومش ماشي مع وعود ربنا لما قال لا تخف ايها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم ملكوت الله يحب يدينا الملكوت ويكافئنا ويستضيفنا عنده إلى الأبد في الأبدية السعيدة والله بيلتمس أقل حاجة تخليه يدخلنا السماء بدليل موقفه مع اللص اليمين وموقفه مع العشار وموقفه مع في قصة الابن الضال فالله فتح أحضانه وبأقل القليل بيقبلنا فبلاش احساس ان احنا مهما عملنا ضايعين ضايعين لا احنا مهما عملنا احنا عبيد بطلين لكن ربنا هياخدنا عنده في الابديه بسبب صلاحه مش بسبب صلاحنا طب لكن احساس التعود يا سيدنا يعني انا بتناول مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع بس مش حاسس بفعاليه ولا استطعت اتعودت عليهم مش عشان انا ببحث برضو انا مش خايف من التعود ليه لان التعود دي عاده كويس يعني مثلا احنا تعودنا ان احنا نأكل كل يوم أو. مرتين او ثلاثة حسب ما الواحد منظم نفسه وقد لا نشعر ان الاكل عمل حاجة في جسمنا غير ان احنا بنشبع أي. بنشبع لكن بعد ثلاثة اربع ساعات بنجوع أي. تاني فالواحد لو قال في نفسه انا عمال اكل ومفيش فايدة بجوع تاني فمش هاكل خالص حاجة مش منطقية ولو قال أنا عمال آكل أهو خضروات ومش عارف زي ما قال ودي بتزود المناعة لكن ما حسيتش إن مناعتي زادت حاجات مش هنحس بيها طبعاً لكن إحنا في حياتنا الروحية بنصلي وبنتناول وبنقرأ كتاب مقدس أحياناً ما نشعرش بحاجة مباشرة لكن في بناء داخلي بيحصل جوانا من غير ما ندرى بيه حتى لو ما حسناش ما نوقفش ما نوقفش ما نوقفش نفس الوقت ابقى متاكد ان في حاجه بتحصل جوايا حتى لو انا مش حاسس فاحنا طبعا نجتهد ان احنا نبقى في عقل حاضر اثناء الصلاه وتركيز مع ربنا لكن بيحصل كتير ان حتى العقل الحاضر بعد ما اخلص الصلاه احس ان انا اللي انا قلته نسيته ما حاجه بس في حاجه حصلت جوايا وبناء روحي بيتراكم طبقه فوق طبقه لغايه ما يبقى فيه بناء روحي انا جايز ما احسش بيه صحيح فبلاش نمشي ورا المشاعر والاحاسيس تمام نبدا سيدنا في الاصحاح ال 12 اتفضل يفتك نقرا اول اصحاح 12 في سفر الرؤيا وظهرت ايه عظيمه في السماء امراه متسربله بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى راسها اكليل من اثني عشر كوكبة أولا آية معناها زي معجزة يعني حاجة عجيبة هنا سمى المرأة المتسببة بالشمس عجوبة لأن الكنيسة طبعا هي ترمز للكنيسة الكنيسة وجودها على الأرض وصمودها أمام قوى الشر المتضافرة ومتعددة ومتشعبة تلاقي الواحد مش عارف يجيبها منين ولا منين مم. الاباحيه في سكه والالحاد في سكه والعلمانيه في سكه والاهتمامات الماديه والحروب الفكريه وحروب ضد العقيده المسيحيه وحروب ضد العقيده الارثوذكسيه وناس من جوه الكنيسه بيحاربوا فدي كلها اعجوبه ان الكنيسه في وسط ده كله تفضل صامده تفضل صامده وده عمل الله عمل الله مش مش ممكن مفيش انسان يقدر يحافظ على الكنيسه لكن هي عروس المسيح وبالعقل قصاد كل اللي شافته الكنيسه على مر العصور لولا ان الله هو اللي حافظ طبعاً الكنيسه اي مؤسسه في الدنيا اي مؤسسه مهما كانت لها جذور لو قامت عليها يعني واحد على مليون من الحروب اللي ضد الكنيسه تنهار تخيلوا واحد عامل شركه لكن المنافسين تكاتفوا ان هم يحطموا هيحطموا لو الشركه دي انا ورثها عن جدي وفعلا ليها تاريخ وبتاع في الاخر هضطر ابيعها لشركه تانية اقول انا تعبت من الصراعات دي فاي حاجه في الدنيا مش هتصمد قدام الحروب والمضادات كنيسة صامده مش بس على مدى الالفين سنه ده من ايام ادم لان كنيستنا جدرها من ادم <applause> فكون في كيان اسمه كنيسة دي آية وآية عظيمة بعدين هنا وصفها أنها امرأة متسربلة بالشمس متسربلة يعني لابسة لابسة الشمس يعني حتى في الإنجليزي A woman clothed with the sun يعني الشمس هي الرداء بتاعها وطبعا الشمس ترمز للمسيح اللي قيل عنه أنه هو شمس البر والشفاء في أجنحة، فالكنيسه متسربله بالمسيح هو اللي بيغطيها وهو اللي بيدفيها وهو اللي بيجملها طبعا انت عارفه ان الانسان جايز ملابسه هي اللي بتديله شكل يعني الواحد لما يكون لابس ملابس النوم مكسره في البيت غير لما يتشيك ويطلع بملابس شكله بيتغير فاحنا لابسين ايه لابسين المسيح عشان كده الجمال اللي فينها هو جمال المسيح كلمة القمر تحت رجليها القمر هو الكوكب اللي نوره انعكاس من الشمس فالقمر هنا بيرمز للقديسين اللي خدموا الكنيسة تحت رجليها معناها شايلينها كل إنسان بيخدم الكنيسة ورفعها كده هيبقى داخل في المعنى بتاع القمر بيستمد نوره من المسيح على رأسها إكليل، الإكليل علامة النصرة والفخر والجمال، الإكليل دوت من اثني عشر كوكبة، يعني هنا شمس وقمر والكواكب كلها حوالين الكنيسة، في التسبيحة يوم الخميس في اوتوقيه يوم الخميس بتفسر العدد ده إن المرأة هي العذراء، والشمس هو المسيح والقمر تحت رجليها هو يوحنا المعمدان. والاثنى عشر كوكب هم الاثنى عشر رسولا يحيطون بها ويكرمونها فالمعنى يمشي ليه بقى لان ممكن اعتبر المرأة هي الكنيسة واعتبر المرأة هي العذراء لان العذراء احسن نموذج يمثل الكنيسة ولما هنيجي نقرأ في بيت الإصحاح هنلاقي فعلا الكلام ينطبق على العذراء وينطبق أيضا على الكنيسة اما حكايه لما التسبيحه قالت إن القمر هو يوحنا المعمدان هو برده اجمل نموذج يمثل القديسين لان المسيح شهد عنه وقال هو اعظم مواليد النساء تمام آه عشر كوكبا اذا قلنا هم ابائنا الرسل ال 12 زي ما التسبيحه قالت برده تفسير جيد لكن كمان دول نموذج لبقيه القديسين كل واحد بيخدم الكنيسه تحت رجليها اللي هي القمر تحت رجليها الكنيسه ترفعه فوق دماغها وتعمله كوكب يعني اذا النهارده واحنا في الارض شايلين الكنيسه تحت احنا تحت رجليها في الابديه ترفعنا فوق دماغها طبعا يبقى, يبقى الانسان كوكب منير من اه لا انا كنت عايزه اساسا يفتك على فكره التشبيهات الجميله والراقيه جدا واللي بتوصل المعنى لكن باسلوب جمالي وده بيفكرني حتى بنشيد الانشاد فكره أيوة. يعني علاقه ربنا بالنفس البشريه والتساؤلات الكثير عن اسلوب نشيد الانشاد لكن في الاخر الواحد لو قرا بالرقية اللي بيقصده السفر ده هيشوف أه نفس علاقه المسيح بالكنيسه وتشبيه بالعذراء تكامل للكتاب اكتر من رائع الحقيقه بالظبط وطبعا في اللغه العربيه طبعا هو الكتاب المقدس مش مخصوص في اللغه العربيه هو في كل اللغات <applause> واساسا كتب باليوناني العهد الجديد وبالعبري العهد القديم لكن في كل اللغات وبالاخص في العربي البلاغه والتشبيهات والكنايه والجناس وحاجات مطابقه وحاجات يقول لك شاعر يقصد كذا بالرغم قال لفظ لكن هو يقصد كذا وفي الاخر يقول المعنى في بطن الشاعر يعني من البلاغة أن الواحد يستخدم تشبيهات لأن في ناس يعترض يقول لك كل حاجة تقول درامز كل حاجة تقول درامز أي. لا ما هي اللغة نفسها بتحتمل هذا أو مين قال لكم أن الكتاب يقصد كذا أو إيه طبعا. مين قال لكم المعنى يبقى ده أنا برضو هنا أحب بمناسبة سؤالك ده أن إحنا مش دلوقتي في القرن الواحد وعشرين هنبتدي نتفق على تفسير جديد لأن التفسير موجود في الكنيسة منذ البداية فاحنا بنسمع الاباء قالوا ايه وبنلقي ما قالوا اللي هم فهموه منذ البدايه وتاسست عليه الكنيسه ومشيت 20 21 قار فعشان كده لما يجي واحد يقول لك الحاجه دي رمز اقول له طب الاباء قالوا رمز ولا حقيقه انتوا بمزاجكم قول لا مش بمزاجنا بمزاج الاباء مش بمزاج الاباء كمان بالروح القدس العمل فيهم وتاسست الكنيسه فلما يجي مثلا يقول لي ادم كان رمز أقول لا آدم حقيقة شمعنا آدم حقيقة والمرأة المتسربلة بالشمس رمز الكنيسة أو رمز العذراء أقول له برضو مش أنا اللي هقول ولا أنت اللي هتقول إحنا هنشوف الكنيسة فهمت إيه منذ البداية صحيح وربنا من خلال الرؤية والتعبيرات البلاغية بيوصل رسالة, بتتحول لحقيقة مش لرمز وإحنا نفسنا بنلمسها بالظبط كده هذه طيب. المرأة بقى في العدد رقم اثنين وهي حبلة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتالت هنا إذا أخذناها على العذراء مريم يبقى دي بتوصف حبلها بالمسيح وهي عذراء لو خدناها على الكنيسة يبقى برضو الكنيسة بتاعة العهد القديم هي اللي عشان يولد منها المسيح مخلص البشرية المخاض هنا معناها في ألم تصرخ ومتمخضة ومتوجعة لو خدناها على البشرية على الكنيسة في العهد القديم فعلا كان هناك أنين ووجع عشان إحنا محتاجين أن المخلص يجي ينجينا من الهلاك الأبدي ومن الخطية ومن الموت ومن الفساد الأصاب البشرية فهنا التوجع ده يرمز للأنين وبرضو لو خدناها على العذراء هي معناها ان الطفل المولود منها هو طفل حقيقي جسده في لحم وعظم وعضلات عشان كده وهو بيتولد كان في الم تحت العضله ماري. انتظار الخلاص يعني حتى بالزبط. دي الانتظار اعتقد كل نساء العهد القديم كانوا في حاله انتظار رغم معرفه الم وتعب الولاده لكن كل واحد كان عنده امل المسيح يجي من بالزبط. مثلها يخلص البشر. بالزبط. وظهرت آية أخرى في السماء معجزة تانية معجزة عكس بقى الأولانية هي إيه هو ده تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤسه سبعة اتجاه التنين هو الشيطان وتنين معناها وحش مفترس وعظيم لأنه كبير وجبار و... أحمر إشارة إلى الدموية المسيح قال عن الشيطان ذاك كان قتالا للناس منذ البدء الشيطان يفرح بأن الناس تهلك فهو قتال سبعة رؤوس معناها عنده حكمة بس للأسف يستخدمها غلط يعني الواحد يقول لك أنا دماغي ما بتبطلش طب لما يكون عنده سبعة رؤوس ما بيبطلش تفكير في إهلاك البشر وعشرة قرون القرن رمز للقوة اللي هو القرون اللي الحيوان بيضرب بيها بيدرب او بيقتل بيها م. عشرة قرون معناها كامل القوة وكامل الحكمة وعلى رؤوسه سبع تيجان علامة الملك لأن هو رئيس هذا العالم وذنبه اللي هو الديل يجر ثلث نجوم السماء فتعرحها إلى الأرض حاجة مؤلمة بقى لي ليل تلت النجوم يعني ايه وقعها في الارض في الارض في بقى تفسيرين تفسير يقول ان دول الملائكه اللي سقطوا مع الشيطان منذ البدايه والتفسير الثاني ان الشيطان بيحاول كمان يسقط نجوم السماء اللي هم في الكنيس يعني اباء بطرقه واساقفه وكهنه وخدام وناس لهم مكانه في الكنيسه عايز يوقعهم يطرحهم للارض إذا كان عن طريق الخطية أو عن طريق البدعة والهرطقة أو عن طريق الانشغالات اللي تخليه ينسى ربنا وهو جوه نجم في الكنيسة يعني هنا المشكلة إن هم نجوم السماء ويطرحهم للأرض دي شغلانة الشيطان والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت طبعا برضو اذا كان المراه دي هي الكنيسه عهد قديم معناها تولد المسيح فعهد جديد معناها بتولدنا نحن كمان للمسيح. الشيطان واقف بقى مستني اي واحد يولد في الايمان عشان يبتلعه. الحرب المستمرة بتاعت الشيطان ضد الانسان بقى. او الكنيسه. بالظبط. طب حصل ايه بقى؟ فولدت ابنا ذكرا عتيدا ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد. هنا هي اشاره واضحه للمسيح يبقى على طول العدرة هي اللي او كنيسه العهد القديم ليه ذكر عشان يبقى عريس للكنيسه عتيد يعني مزمع ناوي يرعى جميع الامم بعصا من حديد ودي زي بالظبط ما جه في المزمور الثاني اللي بنصلي بيه كل يوم في صلاه باك رغبة السيطرة على على العالم لو من ناحية الشيطان؟ اه لا بس هنا المسيح هو اللي هيرعى جميع الأمم، رعاية. عصا من حديد معناها حاجة قوية. زي في المزمور لما أسألني فأعطيك الأمم لترعوهم بقضيب من حديد. مثل آنية الفخار تسحقه. الواحد لما يقارن يعني المسيح لما قال على الشيطان أنه رئيس هذا العالم بشر وعاوز يرعى العالم ويسقط كل ابناء الله وعلى العكس طبعا الجزء اللي يسقط سيد المسيح يعني المسيح هو نفسه في فصل الراعي الصالح له في يوحنا عشرة. قال ان انا جئت ليكون لهم حياه وليكون لهم افضل لكن السارق لا ياتي الا ليسرق ويذبح ويهلك طبعا. فالشيطان يسرق الانسان ويذبحه ويهلكه اما المسيح فجاي عشان يرعانا ويدينا حياة أستاذ نيفتك معنا مدام هناء من أسيوط أهلا بيكي أيوة مساء الخير مساء النور يا فندم أهلا بيكي اتفضلي أهلا بيكي كنت عايزة أسأل سيدنا سؤالين لو سمحت هو سامع حضرتك اتفضلي سيدنا يا رب سلام ازيك أهلا بيك أهلا بيك بما إننا بنتكلم عن المرأة المتسربلة فأنا كنت عايزة أسأل سؤالين عن المرأة م. أول سؤال هو كم واحدة سكبت الطيب على الرب يسوع؟ هل منهم مريم أخت العازر؟ من ضمن الستات اللي سكبت الطيب؟ وكانت كانت إنسانة خاطئة؟ تمام ده سؤال اتفضلي سؤالك الثاني. السؤال الثاني هم في صحيح واحدة اسم مزيليكا او كده وحطت منديل على الرب يسوع وهو ماشي في الطريق وكنت طبعت على المنديل وعرفنا الرب يسوع من كده؟ حاضر شكرا لحضرتك يا دماني شكرا لك سؤال السؤال لأني... بتاع سكيبة الطيب هو طبعا الطيب. في أكثر من قصة ذكرت في الكتاب المقدس وواضح من سرد الكلام إن دي كانت عادة ان الضيف لما بيجي في البيت يستضيفوه بان يغسل رجليه بميه ويسكب على راسه طيب على شعره ليه لان طبعا ما كانش زمان في مواصلات فالواحد لما بيروح مشوار بيمشي على رجليه والطرق مش زي دلوقتي مسفلتها ونظيفه كانت تراب دوبك مدقات فاكتر حاجه مرهقه شعره اللي هو متعرض للشمس ورجليه اللي بالتراب فعلامة الاستضافة أنهم يجيبوا تشطة كده في مية ويغسلوا رجلين الضيف وإن <applause> يعني يسكبوا دهن على رأسه كنوع من التطيب ويبقى فيه راحة وريحة حلوة فده كانت علامة عشان كده المسيح عاتب الفريسي دخلت بيتك وما أن رجل لم تعطي وبزيت لم تدهن راس يا قد قدها بدي مسحتهم شعر راسها ده اللي المفروض كان يحصل آه لاي حد ضيف يدخل بيه اي ضيف بيت. بيدخل. ولغاية عهد قريب كان كيف الأديورة بيغسلوا الرجلين أيوة. يعني فقصة ذكرت أكتر من مرة ففي ممكن على الأقل هنميز قصتين قصة امرأة خاطئة غسلت رجلين المسيح بدموعها وسكبت الطيب على رجليه مش على راسه وكانت في بيت سمعان الفريسي والمسيح ادها غفران خطيئة قصة تانية بتاعت امرأة قديسة تقية سكبت الطيب على رأس المسيح والمسيح مدحها وقال ده سكبته على الرأس للتكفين لدفني فأخت العازر هي اللي سكبت على رأس المسيح لأنها لم يذكر أنها كانت امرأة خاطئة لكن هي كانت صديقة للمسيح ومحبة تمام هو السؤال يعني بتاعها اللي هو هل فعلا في القديسة اللي حطت المنديل آه على وش المسيح والطبع ولا لا؟ فيرونيكا يو. طبعا قصة مذكورة في تاريخ الكنيسة ان واحدة قابلت المسيح ومسحت وشه بمنديل فانطبع ملامحه على المنديل قد تكون قصة مش حقيقية لأن كلمة فيرونيكا معناها الصورة الحقيقية امم فيري منها كلمة فيري يعني حقيقة ونيكا يعني زي كلمة أيقونة يعني فيرونيكا معناها الأيقونة الحقيقية قد تكون قصة أسطورية لأن بعض الدارسين قالوا أن المنديل بتاع فيرونيكا ده هو الكفن اللي انطبع فيه شكل المسيح وسموه الايقونه الحقيقيه ومع مع الوقت اخترعوا القصه بتاعت اللي, اللي مسحت وش الناس لكن نصر. فيش حاجه تجزم بان القصه دي حقيقيه ان لما وقع المسيح نشفت لانها بالمنزل. مش موجوده كمان في تاريخ الكنيسه الرسمي م. ولا في السنكسار ولا في الانجيل لكن بيقال يعني كتير. آه قصص كتير بتبقى كده تمام طيب اسمح لنا سيدنا برضو معانا استاذ كراس من الجيزه اهلا بيك اهلا بيك اتفضل يا استاذ كراس سلام يا سيد اهلا بيك حبيبي سأل عن سوم فين فين كلمة الإصحاح التاسع. امم. بيقول ولا يجعلون خمره جديده في زجاجة لألا تنشك زجاج عتيق لئلا لئلا تنشق الزجاج فالخمس تنكصب والزجاج ثلاث بل يجعلون خمره جديده في زجاج بدأت فتحقق جميعا. هو الربيع ساكن يقصد ايه هنا؟ <م ب> هنا يقصد ان كانوا بيسالوه هل تلاميذك يصوموا ليه مش بيصوموا زينا وزي بقيه تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين فالمسيح قال لهم يعني هيجي وقت يصوموا بس بنظام جديد الخمر الجديد يرمز للعباده المسيحيه والزقاق العتيقه ترمز للوعاء بتاع الديانه اليهوديه فقال ما ينفعش نعبد ربنا بطريقه جديده بنظام قديم لكن هيبقى طريقة جديدة في نظام جديد اللي هو العبادة المسيحية، الزقاق هي عبارة عن وعاء من الجلد كانوا يشيلوا فيه الخمور عشان يعتقوها، فلو ان الخمرة لسه جديدة شديدة والزقاق قديم الخمرة من شدتها تشق الجلد ده. فالخمره تقع والزقاق يبوس. لو ده جديد وده قديم آه. لكن لازم يبقى كله جديد اه أي. فقال احنا هنعمل كل حاجه جديده اللي هي العباده المسيحيه تمام معانا كمان سماح من القاهره اهلا بيكي اهلا مساء النور اتفضلي اهلا بيكي اقبل ايدي يا سيدنا اهلا بحضرتك يعني ليا استقامه كبيره جدا للكنيسه شكرا <ثم> <أيه> بمناسبة موضوع تدبير الخلاص احنا سمعنا عائزة بتاعت نيافتك وفي متكلمين تانيين عرضوا موضوع الخلاص دوت بطريقة ثانية خالص غير اللي نيافتك قلتها وبرغم من كده برضو اقتنعنا بيها واقتنعنا باللي نيافتك قلته بس أنا عايزة أعرف أنهي اصحي فيهم هل في نقطه محدده ولا سيدنا هيجاوب بشكل عام على التدبير الخلاص او العظه والتفسير بتاع تدبير الخلاص لا هو يعني يوسف الموضوع بتاعهم هم واحنا صرنا بموضوع سيدنا اكتر طيب في الولاد حاضر شكرا لك يا سماح شكرا لك. هو طبعا اي حقيقه ايمانيه في اربع طرق لعرضها تمام طيب. ارجو يعني المستمع يركز معايا أول طريقة إن واحد بيقول كلام غلط خالص. يعني واحد يقول لك كتاب مقدس محرف. المسيح مش ممكن يكون هو الله. المسيح أقل من الاف الجوهر. مثلا مفيش كهنوت. الإفخارستيا دي مجرد رمز. ده كلام غلط ضد العقيدة وضد العقيدة، واللي بيسمع بيفهم على طول ده إنسان مش مسيحي أرثوذكسي. فدي جانب، الجانب الثاني ده طريقة يعني اللي هي بيشرح غلط حاجة ما بيشرح عكسها تمام تاني طريقة هي إن أنا بركز على جانب صح وبأهمل بقية الجوانب بأهمل فمثلا أقول إيه إن فلان ده ميزته إنه ذكي جدا وأركز على الذكاء ويعني يعني اغفل الصفات الاخرى فيه زي ان هو لبق او انه انه وسيم او انه شاب صغير او اي صفات اخرى انا اديت ايحاء للمستمع الذكاء ده كل حاجه عنده ذكاء بس الطريقه الثالثه هي ان انا بركز على الصفه اللي عجباني وبنفي بقيه الصفات اقول هو ذكي جدا بس عيبه انه كسول وعيبه ان هو مش جميل، مش وسيم، ومش متحرك. اقول كل العيوب، واقول العيوب واحدة. آه هو بس كويس ان هو ذكي. آه. آه فكده في ثلاث طرق، لسه الرابعة بقى بتاعتنا. أيه. الأولى هي بيقول حقيقة عكس الواقع. تعليم غلط. الثانية إن أنا بركز على نقطة واحدة بغفل الباقي. م. والتالتة إن أنا بركز على نقطة واحدة وأخطئ الباقي. في في التعليم اللاهوتي مثلا لو قلت الخلاص بالايمان محدش يقدر ينكر ان الايمان مهم للخلاص بس انا كمان ما جبتش الاعمال وما جبتش التوبه وما جبتش الافخاريستا وما جبتش المعموديه فانا شرحت حقيقه ناقصه. وكان الايمان لوحده يكفي بالخلاص. في واحد بقى اكثر وضوحا يقول لك الايمان فقط. ولا الأعمال لها لازمة ولا المعمودية لها لازمة ولا الإفخارستيا دي موجودة أصلا ف... ركز على واحدة ونفى الباقي نفى الباقي التعليم الأرثوذكسي هو تعليم شمولي إن أنا لا ببص على القصة على بعضيها فأشوف كل جوانبها عشان كده في تدبير الخلاص على وجه الخصوص ممكن واحد فعلا يطلع كتاب عن تدبير الخلاص ما فيهوش غلطه بس ناقص ليه؟ لأن هو ركز على جانب معين يستهويه قد يكون عنده شجاعة وجرأة أنه ينفي الجوانب الأخرى ولا ما حصلش ده مش تفسير بتاعنا ده تفسير غربي وده بتاع العصر الوسيط وكنيسة غلطانة لما تقول هذا الكلام وقد يكون هو ما قالش الحتة السلبية دي هو ركز بس على أن الصليب ده حب وانه شفاء للبشريه. كل الكلام بيقوله مظبوط بس ناقص. فبالتالي المستمع هيلاقي ان الكلام ده جميل وحلو. انتوا ليه زعلانين منه؟ ما كلام حلو. اقول له احنا مش زعلانين من الكلام احنا زعلانين زعلانين ان هو مش مكمل الصوره والفكره اللي شرحوها الاباء. عن التدبير الخلاص. حضرتك تقصد يعني يفتك الجزء اللي ما بيتقالش وكمان بيبقى عن عمد ان طبعًا. انا عايز ابعد انظار طبعًا. وقلب اللي القارئ عن ال... عند انا عايز طبعًا. أشوف النقطه دي بس اللي انا عامل عليها سبوت انا هرجع تاني في الاربع طرق لان دي حاجه السؤال ده مهم جدا أيوه. أيوه. اول طريقه ان انا بقول حقيقه عكس الحق م. ودي واضحه الناس بيرفضوها خلاص لكن طريقه مكاره ان انا اقول جانب واهمل الاخر فالناس بتقتنع والطريقه الثالثه ان انا بحارب بقيه الجوانب اللي انا مش مقتنع بيها واقول الصليب حب بس او ان العمل الفدائي هو شفاء للنفس البشريه بس واما البعد القضائي ده فكر غربي وما يصحش ما فيش حاجه اسمها دين وما حاجه اسمها عقوبه ما فيش حاجه اسمها تمن الدفع ما فيش حاجه اسمها ان في لعنه او ان الاب غضبان او الحاجات دي كلها كلام غلط اذا هو شرح جزء صح وبقيه الاجزاء انكرها لما اجي انا اللي اقول له لا ده ده في في كتابات الاباء وفي الكتاب المقدس في صلواتنا الليتورجيه الجوانب اللي انت بترفضها موجوده فالمستمع لما يكون قارئ وناصح وما يضحكش عليه يبتدي يوزنها في دماغه ايوه صحيح انا سمعت المحاضره دي من فلان وما جابش سيره الحاجات دي وقال انها غلط بس طلع الاباء بيقولوها يبقى ده كان بيضحك علينا سيدنا يعني سمح لانها سمعت المحاضرة أو الكلمة دي بطريقتين م. فعقلها اشتغل وقارنت أيوة. ودورت هو مين الأصح أنا هنا اقتنعت وهنا اقتنعت أيوة. لكن رجعت الأباء الكنيسة وكلمت نيفتك النهاردة عشان تقول ايه الأصح ممكن حد تاني ما جاتش الفرصة برضه بالصدفة مش عن عم ما قراش كتاب للآباء صح فيه كل الجوانب ووقع في ايده كتاب أو عايزه واحدة بتغفل جوانب كتير أنا أميز ازاي؟ لازم أنا لما أسمع حد ما سلمش بكلامه على انه ده صح حتى انتوا بتسمعوني دلوقتي مستنى العقيده بقالنا سنين بنشرح فيه ما تاخدش كلامي على أنه هو دوت المرجع ارجع وافحص فيه اسال اللي حواليك حد يقولك لك لا الراجل ده بيخرف اوزن انت بقى وزن؟ ما هو من حقنا لكن لما بسلم عقل الشخص والشخص ده قد يكون غلطان يبقى انا همشي وراه في الغلط لكن لما اسمع كلام اقتنع بيه افحصه دي موجودة كتاب مقدس المسيح قال فتشوا الكتب ويتقال إن كان في ناس في تسالونيكا المفتكر أشرف من اللي كانوا في البلد اللي قبلها ليه؟ لأنهم سمعوا الكلمة من بولس باجتهاد ورجعوا يفحصوا الكتب هل هذه الأمور صح؟ اللي قاله بولس ده صح؟ لازم نفحص فأنا دلوقتي لما يجي واحد يديني محاضرة طويلة عريضة لمدة ساعتين عن تدبير الخلاص وما جابش سيرة إن المسيح رفع عننا العقوبة أو إنه مات بدلا عن عنا أو إن في لعنة اتشالت أو إنه في ثمن اتسدد كل اللي بيشرحه في خلال ساعتين بيقول بيحبنا واشترانا وشفانا من الفساد الطبيعة وأعطانا حياته الجانب ده صح بس في جوانب أخرى في أنت أغفلتها م. قديس أثناسيوس الرسولي في شرح تدبير الخلاص في كتاب تجسد الكلمة عمله في 57 فصل احنا درسناه هنا في سيدة العقيده عقيدة 57 فصل أخصهم في كلمة يحبنا بس وما ليه شرح كتير وبعد ما خلص الشرح قال ده اللي قدرت أفهمه يعني أساناسيوس بيقول ده اللي قدرت أفهمه وبعدين قال واللي عايز يحصي ما عمله المسيح معنا في تدبير الخلاص يبقى زي ما يكون واحد واقف قدام البحر عايز يعد الامواج عشان يقدر يعني كل اللي شرحه وقال كمان حاجات ما نعرفش نعبر عنها يجي واحد يلخص ده كله يقول لك هو صليب حب فقط فيش لعقوبة ولا في لعنه ولا في دين ولا في تمن. ولا في لعنه ولا في اي حاجه هي شفاء بس طب ليه بتقول كده يقول لك اصل التفسير الغربي اهتم بالبعد القضائي والتفسير الشرقي اعتمد التفسير البعد الشفائي او الوجودي او الكياني. نقول له طب هو التفسير الشرقي والغرب ده كان امتى؟ الكنيسه كانت شرق وغرب ايمان واحد لغايه القرن 11. فين تعاليم ال 11 قرن ليه بنغفلهم؟ ما نركز في ال 11 قرن، نركز ما قبل خلق دنيا عشان ما يبقاش فيه اي اختلاف. ما قبل خلق دنيا نركز في اثناسيوس الرسولي وكرولوس الكبير واباء الكبدوك اللي هم غريغوريوس وباسيليس وذهبي الفم وغيره ما نجيب تعليمهم هنلاقي فيه البعد الشفائي والبعد القضائي وكل الجوانب دي وما ما 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 قالوش ده غرب وده شرق تخيلي النهارده دا في دارسين يخطئوا اغسطينوس يقول لك ده ابو اللاهوت الغربي اغسطينوس مش قديس ومش صح أغسطينوس النهاردة هنحكم عليه وهؤلاء الذين يخطئون أغسطينوس بيمجدوا أوريجانوس مش عارف إيه المفاهيم اللي بتتغير يعني إحنا النهاردة في القرن الواحد وعشرين هنحكم على أوريجانوس إنه بريء ونحكم على أغسطينوس إنه غلطان اللي الكنيسة اعتبرته قديس وكان معاصرا للبابا كيرلس الكبير ازاي واحد غلطان في عصر كرولوس الكبير ويسكت له. له؟ صحيح لان هو واجه نسطور رئيس اساقفه القسطنطينيه بكرسي كبير واغسطينوس كان اسقف صغير زي حالاتي كده في ناحيه هبو في شمال افريقيا يعني نفخه من كرولوس الكبير كانت ومع ذلك لا كان معاصرا للقديس كرولوس لولا ان تنيح قبل مجمع افسس بسنوات قليله كان حضر مجمع افسس ازاي النهارده الجرأه ان واحد يقول لك اغسطينوس كان غلطان وده ابو اللاهوت الغربي، اللاهوت الغربي ايه؟ ده احنا قرن خامس ورابع. ما كانش لسه في الفرق اللي حصل ده ولا الانشقاق اللي حصل. سيدنا انا لما انا لما اسمع الكلام ده وانا ما اعرفش امتى حصل الانشقاق وما تعبتش نفسي ان انا ادور واشوف القرون دي كان ايه اللي حصل ومين انشق ولا كنا لسه كنيسه واحده يبقى اكيد هنساق وهصدق وانا أه ما عنديش اي خبره ودي دي جريمه حقيقة بيعملوها الدارسين والمدرسين في حق الايمان انه لما يقعد يقنع الشباب ان ده لاهوت شرقي وده لاهوت غربي كان الغرب ما يعرفوش المسيح ما هم برضه كنيسه وبرضه عندهم لاهوت مظبوط الانشقاق حصل في القرن ال11 والمشاكل حصلت بعد كده ما قبل القرن ال11 او على الاقل ما قبل القرن الخامس كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ما موجود في الغرب يهمنا لأن الغرب كان حتة مننا وإحنا الشرق فعلا لكن ما كانش فيه فرق بين الشرق والغرب إلا الجغرافيا واللغة الشرق كان يكتب باليوناني الشرق يكتب باليوناني والغرب يكتب باللاتيني والغرب يمثله روما كانش لسه المشاكل دي حصل ما احنا عندنا في السنكسار بنحتفل ببابات اللي روما قبل الانشقاق وقدسين من الغرب معلمين في الكنيسة كلها فالصراع ده حقيقة مفتعل وما يصحش أن نمشي فيه الكنيسة كانت واحدة وإحنا ماشيين حسب هذا الإيمان الواحد لما أجي أنا أركز على الجانب الشفائي وأقول ده لاهوت الشرق والغرب كان قضائي دي مغلطة تاريخية ولاهوتية ما يصحش أن الناس تعلم بيها ولا يقتنعوا بيها انت عارفه بيحصل ايه انا عارف كويس ان بقى اللي هيشوف الحلقه دي يتريق علي يتريق يقول لك دول مش دارسين ومش عارفين وبيقولوا اي كلام بتاع طب رد رد بحقائق تاريخيه مش تشتم مش تهين مش تتريق لا سلاحهم هو التريق رد حقيقه بحقيقه اريد آآ 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 عندك مرجع عندك خد حقيقة. الفيديو واكتب كومنت بقى تحطلي معلومه صحيحه اصلح بها معلوماتي مم. عندي استعداد اصلح معلومات لكن تتريق وتقول دول مش دارسين مش عارفين ما بيعرفوش مش طريقه دراسه لاهوت يعني وانا بقول يعني طبعا بشكر سماح على سؤالها ده اللي يعني طبعا يعني ارهقنا ان لكن التوضيح اكتر من رائع وبسيط واللي عنده سؤال اللي عنده مرجع اي حاجه تقدروا تكتبوها واحنا هناخد كل الاسئله دي يا ريت طبعا خصوصا تدبير الخلاص هو الموضوع الوحيد دلوقتي اللي بقى فيه ديبيت وفيه مناقشات لان احنا متفقين على الكتاب المقدس على الثالوث على كل بنود الإيمان تدبير الخلاص هو اللي فيه كلام غلط نشأ في الهوت الحديث اللي هو والناس طايرة بيه على إنه ده الصح لا اللي في الكنيسة هو الصح طب ورجعوا لل11 قرن الأول صحيح يعني. <applause> طيب يا سيدنا نكمل احنا كنا في العدد رقم خمسة أيوة. فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد دخلناها واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه هنا دي إشارة إلى صعود المسيح إلى السماء بعد تدبير الخلاص وبعد أربعين يوم من قيامته المقدس والمرأة هربت إلى البرية يعني هنا يبقى واضحة بقى على الكنيسة مش على العذراء ما هي البرية هي العالم اللي الكنيسة عايشة فيه برية لأن صحراء قفرة العالم كل ما فيه من جمال ومشتهيات هو قفر وبرية عديمة الماء عديمة النعم المرأة هربت للبرية يعني الكنيسة عايشة في العالم حيث لها موضع معد من الله الله هو اللي واخد باله منها يعلها هناك ألفا ومئتين وستين يوما الرقم ده لو قسمناه على عدد أيام السنة 365 هنلاقيه ثلاث سنين ونص ثلاث سنين ونص يعني نص سبعة ونص سبعة معناها وضع مؤقت والرقم ده هيتكرر كتير في سفر الرؤية وفي كل المرات هيتكرر فيها عاوز يقول وضع مؤقت آه. وكل كل حاجة هتحصل دي وضع مؤقت آه. ممكن تتقال زمانا وزمانين ونصف زمان آه. يبقى ثلاثة ونص نفس المعنى آه. ممكن 42 شهر يتقال وممكن يتقال 1260 يوم نفس المعنى نفس الطريقة هي أو. فكرة إن الحرب اللي دايرة اللي بنتكلم عنها كل ده كل دي حاجات مؤقتة مؤقت موقع. يعني الواحد لما يلاقي حرب من خارج الكنيسة من جوه الكنيسة زي السؤال اللي كان من شوية بتاع تدبير الخلاص حرب أي. حرب ليه إيه الهدف إن أنا أقعد أشكك الناس فيما استلمناه وكنيستكم غلطت ومشيت ورا العصر الوسيط وأنسلم و... ليه حرب مم. بس ما تخافش لأن كل ده مؤقت ويا ما ناس بذلوا جهد ووقت وفلوس عشان يهدوا ايمان الكنيسه كله بينزل على فشوش ولا موجود انا بقول لكل الناس اقول لهم ارجوكم اسالوا يعني انا صحيح. بتمنى ارجوكم كل اللي عنده سؤال متشكك في حاجه اسال مش عيب اننا نسال بس جمهور جمهور الشعب الكنيسه الارثوذكسيه واثق ومطمن ومستريح وفرحان وبيصلي وبيتناول والدنيا ماشيه لكن هي في كده الكريمه بتاعت المجتمع الحلوين هم اللي بيحضروا سنترز فيها الشرح ده ويتاثروا بيه ويعتنقوه ويعتبروا ده صح. تبتدي تريقوا على الكنيسه عايزين يتوبوا ]ها. كمان الباقي عايزين بقى بقيه الناس تبقى تعرف الحقائق اللي هم اكتشفوها وكأن الكنيسه كانت في ضلال لغايه ما هم جوا صحيح فدي حرب مع ذلك ما فيش اي خوف من الحرب دي لان ما فيش اي فيجر اي اي شخص ظهر في تاريخ الكنيسة قديم أو في العصر اللي احنا عايشين فيه وعمل حاجة ضد الإيمان إلا وانطفى بسرعة والكنيسة واقفة زي ما هي وإذا نفس الناس اللي سمعيني وهم مش مقتنعين بالكلام ده هيبقى في أسماء في, بالهم آه فلان فعلا يا معافر عافر عشان يغير في الآخر هو انطفى والكنيسة ماشي مكملة أسامي كتير نصحش نقولها يعني وفي نفس الوقت أشيط الاجتماعات في الكنيسة لما نقول يا رب أبطل مشورتهم يا الله الذي أبطل مشورة بدد مشورة أخي, أخي توفا الصلوة <applause> الصغيرة دي بتضيع كل المجهود بتاعهم تفضل وحدثت حرب في السماء ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحاربوا التنين وملائكة طبعا الحرب دي حصلت زمان قبل خلقة الإنسان بس بيذكرها هنا عشان يطمنا ان الحرب الكائنه دلوقتي موجوده من بدري لكن دايما الله له النصرة ما تخافوش ودي برضو التنين اللي هو الشيطان هي بتفسرها بصوره الملاك اللي احنا بنحبها بالظبط ميخائيل كلمه ميخائيل معناها من مثل الله مي يعني من ك مثل ايل الله من كالله ميكائيل فكان الشيطان لما قال انا ابقى زي ربنا الملاك ميخائيل قال له من مثل الله عشان كده جاء اخذ الاسم ده ولم يقووا برضه اللي بيحاربوا الايمان لم يقووا هتعملوا كل الجهد وفي الاخر هتقع خليك احسن في صف ايمان الكنيسه عشان تنتصر وتساعد الكنيسه مش تعكسها. لم يقووا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء ضاعوا سواء بقى ناس في الارض مش مالهمش مكان في الكنيسه أو لما نروح السماء مش مكان في السماء لأنهم حاربوا الكنيسة أو حاربوا الإيمان. فطرح التنين العظيم، شوف بقى كم اسم ليه. تنين الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان. كل دي أسماء أسماء الإبليس. للشيطان. التنين لأنه وحش، الحية لأنه مكار. وسماه الحية القديمة عشان يفكرنا بخطية آدم وحواء. المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله هذه طريقته أو دي رسالته هو عايز يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته يبقى مهما الإنسان تعاظم إذا كان ملاك وقف قدام ربنا في الآخر هزم فمهما الإنسان تعاظم وقف قدام المسيح قدام الكنيسة وقدام إيمانها وقدام أبائها القديسين هيتحطم الكنيسة زي ما المسيح قال اللي يخبط في المسيح يتعور واللي المسيح يخبطه هيحطمه مش قال كده هو هيقع والكنيسه هتفضل واقفه وصامده ومكمله ارجو الشباب اللي ماشيين في الطيارات دي ارجعوا للكنيسه احسن هي دي اللي هترفعكم لكن طول ما انت بتخبط في الكنيسه وفي ايمانها وتتريق عليها وتقول الكنيسه مشيت بعيد عن الايمان انت هتضيع والكنيسه هتستمر طيب احنا قدامنا دقيقتين لو هنلحق ناخد الجزء اللي باقي ده سيدنا اعتقد ده كبير لكن هنشوف حسب ما تشاوري لي كفايه كفايه <applause> لا وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء بعد بقى سقوط الشيطان <applause> الان صار خلاص الهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحيه لانه قد طرح المشتكي الشيطان اسمه المشتكي المشتكي على اخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا يعني بالرغم أنه هو مهزوم لكنه كمان يقعد يشتكي يوقعني في الخطية ويروح يشتكيني لربنا بص ده وحش آه حاجة <applause> وحشة قوي يعني حاجة زي السوسة <applause> تخيلي طفلة صغيرة سوسة كده في البيت تقرس أخوها فيعيط تروح تشتكي لباباها طب ما انت يا بنتي اللي عملتي كده هو شيطان كده ده اللي عمله مع ايوب سيدنا بالظبط يعني يروح يشتكي. وبعدين احنا كمان فاهمين في الكنيسة إن الشيطان بيقعد يشتكي حتى بعد ما النفس تخرج من الجسد وتسكن في الفردوس. دخلنا خلاص اتقفل الباب بقى في أمان. يقف الشيطان بره يهوهو ويشتكي ضد الناس المختارين اللي ربنا دخلهم علشان هو عارف عندهم خطايا وضعفات. ربنا يقول له اخرس عشان كده معلمنا بولس الرسول قال: من يشتكي على مختاري الله. يعني ايه وزن الشكوى بتاعتك مهما قلت ايه رنينها أيوة. يعني كنا انا بحب شخص واثق فيه وعارفه عشرة قديمه وجي واحد يوقع بيني وبينه اقول له قول اللي عايز تقوله انا عارفه كويس صحيح فالكلام ملهوش رنين جوايا فمن يشتكي عشان كده احنا بنعمل اوشيه الراقدين عشان نخرس الشيطان طيب هم بقى ايه هم غلبوه بدم الحمل وبكلمه شهاداته ولم يحبوا حياتهم حتى الموت احنا خلصنا أوبا. طب خليك فاكر احنا نقف عند العدد, العدد 11. 11 هو الجزء اللي باقي يعني جزء صغير نكمله مع الاصحاح اللي جاي أوكي. ان شاء الله تعيش. تعيش وتعلمنا وتعيش ويتسع صدرك لكل الاسئله ويمكن السؤال بتاع سماح هو اللي اخذ الوقت لكن كان سؤال مهم سيدنا <applause> آه انا بشكر نيافتك جدا جدا عيش. علي عليه تعيش وتعلمنا وتباركنا نيافت الحبر شكرا. الجليل امن رفائيل اسقف عام كنائس وسط القاهره شكرا جزيلا سيدنا بشكر كمان قدس ابونا جنوده يعقوب كان الصم وضعف السمع وبشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده هكرر زي ما سيدنا قال ادخلوا على الفيديو النهارده على صفحه القناه سي تي في ايجيبت اللي عنده اي سؤال سؤال اي استفسار اي لغط هو حاسس بيه اكتبوا واحنا هناخد اسئلتكم ونجاوب عليها ان شاء الله في الاسبوع الجاي نشوفكم علي خير الى اللقاء